واحد نفسه يسبح في البحر بس مش قادر عشان كله ملوث. كان هذا الساحل متنفسا لجميع مواطني قطاع غزة، لكنه صار منغصا لكل من يرتاده للاصطياف. هذا التحول حدث بفعل التلوث الناجم عن التدفق المستمر لمياه الصرف الصحي غير المعالجة نحو مياه ساحل بحر القطاع، ليعتاد الأهالي على صيف رمادي كلون هذه المياه الملوثة والتي تماثل بؤس حياتهم. كنا زمان نروح على شاليهات، وهلقيت ما فيش إمكانياتنا نروح على شاليهات. مكان الوحيد إن نيجي على البحر، لأنه حتى الصغار ما لما بيجوا هان على البحر بتهنوش لأنه متلوث. وتندر المساحات الآمنة للسباحة في شاطئ القطاع الذي تصل نسبة التلوث فيه إلى 75%، حيث يستقبل يومياً 110,000 متر مكعبة من مياه الصرف. لكن تقديرات مراقبين لهذا العام حملت تفاؤلاً تحدد ملامحه القدرة على إمداد محطات المعالجة الخمس بالطاقة اللازمة لتشغيلها. كانت أغلب شاطئ قطاع غزة ملوث. لهذه السنة أنتم زي ما شفتوا في بعض المناطق اللي هي بيكون يصلح فيها السباحة، حيث أنه هناك زيادة في ساعات الليل في ساعات الوصل، هذا حسن أو قلل كمية المياه التي تذهب إلى البحر. ورغم الجاهزية الفنية لمحطات المعالجة في القطاع، لكن نسبة التلوث في شاطئ القطاع ستبقى على حالها ما لم تزود تلك المحطات بخط توليد كهربائي إضافي. كل محطات المعالجة في قطاع غزة جاهزة لاستقبال معالجة مياه الصرف الصحي بكفاءة عالية، لكن مرتبط بوصول مياه الصرف الصحي من الأحياء والمدن باتجاه هذه المحطات، وهذا مرتبط مرة أخرى بضرورة أن نقوم بعمل ما علينا بتجهيز محطات الضخ بخط كهرباء إضافي. وتشكل المخاطر الصحية الناجمة عن تصريف المياه العادمة صوب البحر تهديدا لصحة المواطنين، كونها مصنفة كواحدة من أخطر الملوثات البيئية، ما دفع مسؤولي البلدية لتقسيم الشاطئ إلى مناطق آمنة وغير آمنة في محاولة لتجنب تلك التهديدات. خذل البر مواطني القطاع بالحصار، وزرقة البحر فارقت ناظريهم بفعل دوام واقع التلوث، لكنهم هذا العام على أمل بأن تعاد الزرقة لما يعدونه بوابتهم الوحيدة نحو الحياة، علهم عادوا لمقارعة أمواجه دون مخاطر أو تهديدات صحية. روان السوراني، الغد، غزة، فلسطين.